paparazzi. يا ريت تكلمني حضرتك النهارده عن تكريمك في نيل الدراما. يعني تكريم مهم جدا بالنسبه لي، وخصوصا نيل الدراما. انا ابن التلفزيون المصري، وبعتز جدا بالتلفزيون المصري وكل الاعمال الجميله اللي انا معظم الاعمال الجميله اللي انا قدمتها في حياتي كلها كان انتاج التلفزيون المصري. سعيد ان التكريم يبقى من خلال التلفزيون المصري، واتمنى يا رب دائما كده التلفزيون المصري يبقى هو اللي في الصداره، هو اللي يقدم الحاجات الحلوه. احنا محتاجين التلفزيون المصري جدا. عن اي عمل؟ عن لعبه ابليس وعن اوراق التوت. اوراق التوت. طيب عايزين نعرف 2016 عند محمد رياض ان شاء الله، ليالي الحلميه الجزء السادس ومسلسل السلطان والشاه. طيب ليالي الحلميه ايه الاخبار؟ الدور ايه؟ انا بعمل دور صحفي. صحفي؟ طيب ومش ناويين نشوف سينما قريب ان شاء الله؟ ربنا ييسر يعني ان شاء الله. سنين حضرتك بتعمل سينما مميزه اصلا يعني. ربنا ييسر ان شاء الله. في حاجه قريب؟ لا لسه ما فيش حاجه قريب. وليالي الحلميه ابتديتوا تصوير ولا لسه؟ لا لسه. متوقع عرضه 2016 رمضان؟ ان شاء الله. اوكي، ممكن تقول لنا حاجه البابا رازي 2016؟ ليه؟ بحاجه البابا رازي 2016؟ كل سنه وانتم طيبين، ورب تبقى السنه دي سنه سعيده عليكم، وانتوا ناجحين جدا، ودايما تبقوا على تواصل، ودايما تجيبوا لنا كل كواليس الاعمال الفنيه، ويبقى في مصداقيه في كل الاخبار اللي بتنقلوها، لان انتوا بقيت مصدر مهم جدا بالنسبه لنا. يعني اتمنى لكم كل التوفيق يا رب والنجاح. ميرسي جدا يا فندم، نورتني. شكرا. فبرت اقوى موقع فني في مصر.